السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عند التلاجة دي فروست بتجمد الحاجة، لازم نتأكد من الثرموستات يا جماعة. الثرموستات نخليه على أقل رقم أو نقلل الرقم بتاعه، لأن التبريد الكتير هو سبب تجميد الحاجة على الأرفف تحت. مفيش أي سبب تاني في التلاجة دي فروست، فلو بتجمد حاجة بنخليها على أقل رقم. لو نفس الحكاية نغير الثرموستات. الثرموستات أو المؤشر بتاعنا ده المسؤول عن فصل التلاجة. التلاجة لو ما بتفصلش الوقت المناسب ليها الحاجة بتجمد أكتر من الطبيعي، وده بيسبب تجميد الخضار وبيتلف الحاجة. فنتأكد من الفصل. التلاجة بتفصل كل فترة، كل نص ساعة أو ساعة بالكتير بتفصل فترة، كفاية ربع ساعة على الأقل. لو ما بتفصلش لازم نغير الثرموستات. لو بتطول في وقت الفصل لازم نغير الثرموستات، وكده نحل مشكلة تجميد الأكل في التلاجة الدي فروست. طبعا لو تلاجة نو فروست بيكون فيها أسباب تانية، لكن احنا اللي بنقول عليه تلاجة دي فروست اللي هي بتعمل تلج. شكرا.